تراخيص تشغيل الاسطبلات. معنا على الهاتف دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدجنة. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا استاذ نهلا، واهلا بكل الساده المشاهدين مشاهدي قناه مصر الزراعيه. اهلا يا فندم. دكتور طارق، يعني عاوزين نعرف اهميه منح تراخيص جديده لتشغيل الاسطبلات للجمال والخيول. هو حضرتك لما نقول ان كانت تراخيص التشغيل من حوالي سنتين لكافه انشطه الثروه الحيوانيه والدجنه والاعلاف كانت في حدود 1500 ترخيص تشغيل من قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والدجنه. في القرارات الوزاريه اللي هي سهلت وبسطت ويسرت كثير من اجراءات الحصول على تراخيص التسجيل، النهارده احنا بنتكلم في 42,000 ترخيص تسجيل تقريبا لكافه الانشطه دي. فكانت الجمال والخيول من الانشطه اللي هي مهمشه تماما بالنسبه لتراخيص التسجيل، وما كان لهاش الحظ الكافي من تراخيص التسجيل. فدلوقتي بالقرارات الوزاريه التي نظمت اصدار تراخيص التسجيل، اصبحت كافه الانشطه ديت تحت رقابه واعين وزاره الزراعه، وبالتالي دخلت معانا في المنظومه، دخلت في الاحصائيات، دخلت في البيانات بتاعتنا، ومن هنا بنقدر لما بيكون محتاجين لتدعيم ودعم اتخاذ القرارات السليمه والصحيحه والمناسبه. إذا يعني بالقرار ده نقدر نقول إن احنا يعني ضمينا عدد كبير من المزارع اللي كانت غير مرخصة، وفقت أوضاعها ودخلناها في المنظومة القانونية للدولة. بالظبط يا أستاذ. نعم، طيب فيما يتعلق بقى باستيراد العجلات تحت العشار والعجلات العشار العاليات الإنتاجية، العجلات تحت العشار بتستورد لأول مرة يا فندم، نتكلم عنها وعما ستضيفه إلى الثروة الحيوانية في مصر. طب احنا لما خطة الوزارة قلنا نحن نستورد او نسمح ونوافي على استيراد نوعين من النوع الاول اللي هو العجلات العشار، ودوت مميز بمعدلات الاداء الانتاجي على الاقل 4 أضعاف الراس الواحد، تبقى 4 أضعاف انتاجيه الحيوانات المحليه. نعم. طيب ديت تناسب المزارع النظاميه والمربيين اللي هم لديهم الخبره الكفاءة ان هم يتعاملوا مع الحيوانات، لان متطلباتها الغذائيه والرعائيه بتكون مختلفه شويه. ولكن لصغار المربيين احنا لاول مره السنه دي سمحنا باستيراد عجلات تحت عشار، العجلات تحت عشار بتكون اقل في السعر، وبتكون ثنائيه الغرض، ثنائيه الغرض ان هي بتتميز في انتاج الالبان واللحوم، وان هي بتقعد عندنا حوالي 3 أو 4 شهور تتأقلم مع الظروف البيئية والأجواء المصرية، ثم تلحق من نفس السلالة اللي خاصة بها، ويتم توزيعها على الإخوة صغار المربين بتناسبه من ناحية احتياجاتها الغذائية واحتياجاتها الرعاية. يعني العجلات تحت العشار تناسب صغار المربين اكتر، يقدروا يتعاملوا معاها بشكل افضل ويدر لهم عائد. بالظبط. زي ما قلت لحضرتك احتياجاتها الغذائيه والرعائيه يقدر اخواتنا صغار المربين هم يتعاملوا معاه، لكن العجلات العشار الثانيه بتكون اكثر حساسيه واكثر احتياجا للاحتياجات سواء كانت غذائيه او رعائيه، وبتناسبها معامله خاصه في المزارع النظاميه. نعم نقدر يعني عايز اقول لحضرتك ان صغار المربين بيتمتعوا بان هم بيحصلوا على تصاريح مزاولة نشاط، بالظبط زي المزارع الكبيرة والمتوسطة اللي بتحصل على رخصة تشغيل، فهنا رخصة تشغيل للمزارع النظامية المتوسطة والصغيرة، لكن صغار المربين أو التربية المنزلية برضه بنديهم تصريح مزاولة نشاط سواء كان للتسميم أو للحلاب، بحيث إن إحنا برضه أولاً بنشوف كل الحيوانات اللي عنده وبنحصنها بنرقمها ونسجلها يتم التأمين عليها، ثم ان لو يخش في منظومه المشروع القومي بكله او منظومه ملء الفراغات واستثمار الطاقات الاستيعابيه للاستفاده من مبادره البنك المركزي بيقدر يكون تحت اللي هو ممكن الاستفاده. اذا يعني دي ممكن يستفيد بيها الناس اللي ضمن مشروع البتلو واللي بياخدوا قروض علشان يحصلوا على هذه الماشيه، وممكن يستفيد منها مزارع اخر برضه يا فندم مش في المنظومه لكن عاوز منها.
اكيد اكيد. احنا حضرتك لو وقفت مثلا بكل دلوقتي احنا لغايه وقتنا هذا الحمد لله تم اخراج حوالي 6000 مستفيد بعدد رؤوس 61000 راس تقريبا. اجمالي المبلغ اللي تم تمويله واخراجه حوالي 836 مليون جنيه. وعايز اقول لحضرتك الحمد لله الاسترداد للقروض للتمويل دوت وصل 100% لغايه وقتنا هذا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة على ما يشهده القطاع من تطوير ومن اهتمام، وإن شاء الله يعني يتم هذا الموضوع ونقدر نرخص كل المزارع اللي تستحق الترخيص واللي فعلا وفقت أوضاعها علشان يدخلوا في المنظومة القانونية ويكون للدولة رقابة عليهم وتقدر تقدم لهم الخدمات والتحصينات اللازمة. شكرا جزيلا لحضرتك وبنتابع أخبارنا.